حنا الان كنتواجدوا بملعب ديال ايديا بورغون بالدار البيضاء، مشاركه في ادوار الاطوار النهائيه ديال البطوله بعد ما انك الاقصائيات الاولى والثانيه. الغايه من هذا الشيء هو اختيار اجود العناصر الوطنيه للمشاركه في الملتقى الدولي او الجائزه الكبرى اللي غتقام ان شاء الله بمدينه مراكش. بالنسبه لنا احنا انا شخصيا كممارس سابقا، يعني التواجد ديالي هنايا هو اننا من اجل التعطير، لان كنعتبر راسي ولد الدار، جايين ابطال ان شاء الله اللي غادي يكونوا كلمه ديالهم في المستقبل. كما تنقولوا حنا بالدارجه، الرياضه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه سوى المرضى، سكيل في انه الرياضه فهي متنفس. يعني ما كنتخايلوش حنا راسنا غدا ولا بعدو نفيقوا ما غاديش نمارسوا النشاط ديالنا الرياضي المعهود، لان المغرب فهو بلد ولاد وعطى مجموعه ديال الابطال في جميع المجالات. بحال دابا الاخ انس لانني نشرفنا عليه احنا مؤخرا، هو واحد الفئه العمريه من اجل التعطير، وهذا والحمد لله بدا تعطي الاكل ديالو رفقه الاطار والبطل ديالنا الكبير سي وصيف رضوان، نشكر من هذه المباراه دا. والقيدوم سي جبل يوسف راه هو معروف، يعني انا كنعتبره هو البطل الحقيقي فينا كاملين، هذه بدون مجامله او لا كنضربوا، لان رغم مجموعه ديال المعاناه قله الماتريال ديبلاسما ولا الا ولا كتلقيه واجد حاضر والابتسامه ديما على وجهه، على اساس انه باغي حتى هو يساهم في تعطير هذه الرياضه وتمشي الى الامام. المشكل اللي كيلقاو حنا اصحاب الكراسي المتحركه هو الماتريال. ملي كنقولوا الماتريال وما ادراك ما الماتريال وغلاء الماتريال، لان هذا الماتريال هذا يعني الا شديناه واحد فاليد اللي عنده مجموعه ديال لي سبونسور، قلنا ليه شحال ديك الشركه كتقاد عليك ذاك المبلغ ديال ذاك الحذاء، يقول لك 10000 درهم. هذا عنده لي سبونسور ديالو، ياه. الا قلنا الشخص ذات اعاقه هو تيموت على واحد النوع ديال الرياضه او اختصاص واحد في واحد النوع ديال الرياضه اللي هو الطوب، وقلنا ليه شري الطوب تقريبا راه فوق 30 مليون الا بغيتي الجوده باش تنافس عمالقه ديال هذا النوع ديال الرياضه. ولكن ابانوا في غياب مجموعه ديال الادوات ديال العمل وخاصه بالماتريال، ابانوا الابطال ديالنا اصحاب الكراسي المتحركه على واحد الرغبه وواحد الاراده كبيره اللي وقيله ما كتفرش في الاجانب، ها، ونفسوهم احسن تنافسيه في احسن تظاهرات كبرى سيتو في المحافل الدوليه. وحنا بغينا من هذه الرساله ديالكم من هذا المنبر ديالكم، بغينا على الاقل ان هاد الشركات ولا هادو كل واحد في شي مدينه يحتضر واحد مجموعه ديال 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 العداء في كل مدينه على الاقل باش يساعدوا معاه على الشراء ديال هاد الكرسي المتعدد، او اربعه الشركات، واحد يشري ليه كادر، واحد يشري ليه رويد، واحد يشري ليه كذا. حنا لان هاد الشيء كامل حنا كاملين، علاش؟ هو حبنا للوطن، حبنا لراية البلاد، وحبنا لسيدنا الرياضي الاول الله ينصره الله يشافيه ويعافيه. هذا هو اللي كنتمناو من اجل اننا نرفعوا الرايه ديال البلاد، ولا بغات تجي نموت تجي غير رفعوا الرايه ديال البلاد وتعزف النشيد الوطني في اكبر محافل الدوله. العزيمه والاراده، الله سبحانه وتعالى ذكر العزيمه في كتاب ديالو العزيز، اذا همزوا فتوكلوا على الله فان الله يحب المتوكلين، صدق الله العظيم. المغرب بلد ديال التحدي، وحنا نعبدنا الله بمجموعه ديال الحويجات، ها، كان الوقت اللي تنحتاجوها كنخرجوها في جميع المجالات، لان حبنا للوطن وحبنا للرايه ديال البلاد وسيدنا شي حاجه ما كتوصفش. هذا هو اللي كيخلي الابطال ديالنا متميزين امام عمالقه ديال هذا النوع ديال الرياضه. وربما الاخ رضوان رشاك واحد مجموعه ديال الملتقيات الدوليه، ها، ونفس عمالقه ديال هذه الرياضه، ممكن يوضح لكم اكثر مني انا. بالفعل من خلال اليمن نقول البطل الاولمبي زين عبد الله، هو هناك تحدي، انا بعدا كنحسب راسي لا انا لا الابطال الرياضيين اللي معايا ابطال، لان في ظل الظروف اللي كيعانيو منها والماتيريال اللي كنتوفروا عليه اللي ما كيضاهيش حتى بعض الدول في افريقيا، وكننافسوهم وكنجيبوا ميداليات وكنحققوا ارقام، هذا في حد ذاته راه انجاز، وانجاز كبير كيتحسب الابطال ديال الكراسي المتحركه بالمغرب. وكنتمنى دائما كيف ما قال الاخ عبد الله المسانده والدعم
من الناس المسؤولين على هاد القطاعات ديال الاستشهار وهادشي باش يلتفتوا لهاد الفئه هادي، لان غير الا كان عندك كرسي غير العجلات ديالو الا مشاو تتكالوا لك مشكله. عطيني مثلا القيمه ديال هاد لاباري تقريبا. لاباري هاد بحال هاد الجهاز اللي عندنا اللي دابا هذا بحال دابا هذا اللي عندي انا مخود في 2000، القيمة ديالو خد 2000 ريال في عمره 23 عام. هو انت كتشوف من هنا يعني بزاف ديال لي ريباراسيون مسودي كامل. يعني الا بغيتي تاخذ واحد دابا الان في هذه الظرفيه هذه غير بهذا المستوى وغير بهذا النيفو هذا غيخصك واحد 8 مليون. اما كيف قال الاخ عبد الله شي حاجه اللي بروفيسيونال باش تكون في العالميه والطوب وتنافس هذا الشيء اللي كاين دابا راه اخر ما كاين 38 مليون كربون، هذا الشيء غير الومنيوم، ما بغيناش ندخلوا الكربون، خليونا غير في الالومنيوم، يعاونونا غير بالالومنيوم ونديروا انجازات ان شاء الله.